أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الجمعة الخامدة. جدا سعيد بلقائكم إخواني أخواتي. كان يا مكان أن واحد نهار واحد المرأة كبيرة في واحد المدينة صغيرة في روسيا لقات واحد طربية قررت تربيها، ولكن لحد الآن في سنة 2020 لا الناس ديال ديك المدينة ولا الصحافة الروسية ولا الصحافة العالمية مازال كتسأل ومازال ما لقات الجواب على السؤال، واش هذاك الرضيع اللي لقاتو ديك المرأة واش بالفعل بنادم ولا كينتمي لشي عالم آخر؟ أهلا بكم في قصة الرضيع أليشينكا ولا قزم كيشتيم. أهلا بكم. هاد القصة هادي طرات في سنة 1996 في واحد المدينة صغيرة في سيبيريا في روسيا سميتها كيشتيم. هاد المدينة ما فيها ما يدار، الناس اللي عندهم شي خدمة كيمشي كيخدمها وكيرجع لدارو. مدينة فقيرة كانت شي حاجة في واحد الوقت، وكانت جابت ليها الصحافة العالمية وجابت ليها الأنوار من بعد ما كانت مهمشة، أن في 1957 طرا فيها واحد الانفجار نووي. علاش؟ حيت كانت فيها واحد المفاعل نووي في 1957 انفجر، وكان ثالث أخطر انفجار نووي بعد تشيرنوبيل فوكوشيما في اليابان. هذا الانفجار النووي تسبب في كارثة بيئية، لكنه ما قتل حتى شي واحد، لوت الواد لوت الجو، وتسبب في بعض التشوهات الخلقية في ديك المنطقة. رغم أن المدينة اللي كان هضروا عليها اليوم بعيدة شي شوية، لكن تا هي خدات الحد ديالها من هذا المشكل هذا. وهذا المشكل مهم لأن غادي نشوفوا كيفاش غادي تستغلوا الحكومة الروسية فيما بعد. واحد المرأة سميتها تمارا. هاد المرأة هادي كل ليلة كتمشي كدير واحد الدورة على المدينة ديالها، عاد كتمشي كتدخل كتنعس. واحد الليلة في شهر ماي 1996 غادا كدير ديك الجولة الروتينية ديالها، وكتسمع شي صوت ما عرفاتوش واش رضيع ولا شي طفل صغير مجروح كيتألم، صوت ما بين الرضيع وما بين الطفل الصغير. وكان شي حاجة في الدماغ ديالها كانت هي كتوجهها، هادشي غادا تقولو فيما بعد. كانت شي افكار بحال بالتخاطر، ديك التيليباتي كتقول لها سيري من هنا دوري من هنا، وجهاتها فين كاين هذاك الصوت. هي تلقات واحد الرضيع صغير بزاف بالحق، ماشي رضيع عادي، صغير الطول ديالو واحد 20 سنتيمتر. داتو للدار. ملي داتو للدار هاد التمارة هادي تغير السلوك ديالها، ولات كتقول للجيران ديالها الاصدقاء ديالها كتقول لهم راه عندي واحد الرضيع في الدار. ما كانوش كيتثقوا بها لانها مرأة كبيره، وزايد عليها انها كتشرب وشي شويه مريضه عقليا شي شويه. فكتقول الناس راه عندها واحد الرضيع، كيسمعوها كتهضر في الدار بوحديها، ان الاصدقاء ديالها والصديقات ديالها ولات كتهضر لهم على الكون، كتهضر لهم على النجوم. يعني تغييرات 180 درجه. كانت انسانه عاديه ولات كتهضر على المجرات، على الكون، على الفضاء الخارجي. الناس ما فهموهاش شنو هذاك التغير. خمس ايام مور ما اكتشفت هذاك الرضيع، جات عندها مرت ولدها، جلست معها جابت لها شي ماكله بلاوها، يلاه جات تمشي في حالها مرت ولدها. قالت لها تمارا، قالت لها خليك معايا يلاه نمشيو ناكلوا الرضيع اللي عندي. مرت ولدها قالت لها ان رضيع، حسب ليها واش مت رجلها حماقت. دخلت لواحد البيت وبالفعل لقات واحد الرضيع. لكن في الحقيقه العجيب والغريب في هذا الرضيع ماشي بحال الرضيع، هو داير بحال الجنين، اصغر من الجنين في واحد 20 سنتيمتر. منين دخلات شوفوا تخلعات، شافت مطرجله كتوكلو كتعطيه الفرماج، لكن الشكل ديالو ماشي بشر. عنده الراس ديالو طويل شي شويه داير بحال البصله، واللون ديال راسو قهوي، واللون ديال الجسم ديالو كله رمادي، يديه طوال، سبعان طوال بزاف، عينيه كبار، النيف ديالو صغير، وجهة الفم كاينه غير ثقبه، وفمو احمر. كتلوح ليه ديك المراه الكبيره تمارا، كتلوح ليه الفرماج، هو غير تيصرط ما تيمضغش. قالت لها شنو هذا الشيء؟ قالت لها هذا راه رضيع لقيتو وراني قررت نتبناه. قالت لها ودي لا الحاج، هذا راه ماشي رضيع، هذا راه ماشي من هذا الكون، هذا ماشي ولد، هذا ماشي انسان، هذا راه شي حاجه اخرى. ديك المراه تمارا ما بغاش تقتنع، قالت لها لا هذا راه ولد، راه شي وحده واقيله ولداتو من الصدقه وانا غادي نتكلف به. خرجت من مرت ولدها من عندها، المراه تمارا ولات كتهضر مع الشيران كتقول لهم راني عندي دابا
راضيه، خص ناكلو خص نشربو، كتمشي وكتجي. ولكن هاد المراه تمارا كانت عندها واحد العاده سيئه، كانت كتسرق الورد من المقابر، كتمشي للروضه ولا عجبها شي ورد كتحيدو وكديها عندها للدار. والناس كانوا كيتقلقوا منها لان هاد المدينه كيشتم مدينه صغيره وكيعرفوا بعضياتهم، وكانوا البعض كانوا كيشوفوها كتسرق الورد، ومره مره كيعيطوا لها البوليس. ومني كيجيو عند البوليس ما كانش كتصمت، وكان عندها علاقه بواحد الشاب هو شفار، كان تيمشي كيسرق وكيجي عندها للدار. هي كانت وحيده ما عندها مع من تهضر، كان تيجي عندها وشاف عندها هاد الرضيع هذا اللي هي سماتو اليشينكا. ومني شاف هاد اليشينكا حتى هو تعجب، قال لها وديها تمارا، هاد المخلوق اللي عندك راه ماشي من هاد الكون، هذا راه شي حاجه اخرى، شوفي راسو شوفي عينيه. هو خلعو مساله ان الراس ديالو اكبر من الجسم ديالو، وخلعوا اللون ديالو وعينيه والشكل ديالو والحركات اللي كيدير. فقال لي هذا راه ماشي بشر، راك مربي شي حاجه اخرى. تمارا كتقول ليه لا، اليشينكا بشر. هاد السيد هذا مشى في حالته. واحد النهار هاد تمارا هادي دخلت واحد مشكل مع الجيران ديالها، قالوا ليها راه جاو شي ناس عاوتاني قالوا لك راك انتيا كتسرقي الورد. قالت لهم انا ما كنسرقش الورد، قالت لهم دابا راه عندي واحد الرضيع وراه كيهضر معايا غير عن طريق التخاطر، كيهضر معايا على الكون على الفضاء بانه في واحد المنطقه بعيده. هما يقولوا لها عرفتي شنو، انت راه طالك الطوير غنعيطوا لك البوليس. جاو البوليس داوها للسبيطار. السبيطار كانوا غيطلقوها داك النهار، ولكن كيشوفوا مرا كبيره اكثر من 80 عام وكتقول لهم راني يلاه ولدت وعندي ولد وكتهضر لهم على الفضاء. قالوا هذه راه حمقه، قرروا يحبسوها عندهم. قالت لهم اودي راه الا حبستوني عندي واحد الرضيع في الدار، راني عندي اليشينكا خصني نوكلها خصني نشربها وراها غادا تموت. في هذا الوقت هذا سمع بيا هذاك الدري اللي كيجي عندها للدار داك الشفار بانها راه في السبيطار، مشى زارها عطاتو السوار ديال الدار. قالت ليه بغيتك تكلف ليا باليشينكا، بغيتك توكلها وتشربها، بغيتك توكل ليا الرضيع ديالي. ديك الساعه كان داز اكثر من شهر على ان تمارا شادينها في السبيطار ديال الحماق. مشى هذا الدري هذا للدار ديالها، لقى اليشينكا مات، حتى واحد ما وكلو ما كلا ما شرب لمده شهر، ولقاه تكمش ولا داير بحال شي مومياء. هو زاد كمل عليه، بدا كيكب عليه الويسكي على الجلده ديالو حتى كرمات وحطو في الثلاجه. هذا الشاب هذا كما قلت لكم شفار، حملين حط هذاك الود في الثلاجه، مشى لواحد العمل كيسرق السلوكه ديال النحاس. هما يشدوه البوليس، شدوا واحد البوليسي بدا كيهضر معاه كيستنطقو، دار معاه البحث. قال له عرفتي راه عندي ليكم شي حاجه خطيره، لو توعدني انك تطلقوني سامحوا لي هذه المره، راني عمرني ما غادي نرجع لتشفرت، لكن راني عندي لكم العجب العجاب، عندي لكم شي حاجه عمركم ما شفتوها في حياتكم. مشى مع البوليسي للدار ديالو ويحل الثلاجه ويجبد ليه الرضيع اليشينكا. بالفعل البوليسي شاف هذاك الرضيع، والا كيشوف قدامه واحد المخلوق عمرو ما شافه في حياته. قال له هذا راه ماشي انسان، هذا راه ماشي من الارض. قال له هذا راه شي مخلوق من الفضاء. قال له داك الشفار تماما. هذاك البوليسي اتصل بالحكومه الروسيه، الحكومه اتصلت بالمخابرات، جابوا داك الرضيع. من بعد انتشرت الاخبار، جاوا الصحفيين كيقلبوا بغاو يصوروها، وبالفعل صوروا اليشينكا، صوروها تصاور وصوروها بالفيديوهات. من بعد الحكومه الروسيه عيطات لواحد الخبير في الظواهر الخارقه والخوارق سميتو بوريس زالوتوف. هاد بوريس زالوتوف خدا هذاك الرضيع اليشينكا وداه باش يدرسو، عيط لواحد الطبيبه حتى هي تعطيه الخبره، بزاف عيط بزاف ديال الخبراء عطاوه الخبره ديالهم. الحكومه الروسيه استغلت داكشي اللي طرا في 1957، استغلت داك الانفجار النووي وقالت لك بان هذا راه طفل رضيع مشوه او لجنين مازال مكتمل، وتخلت عليه الام ديالو لانه مازال مكتمل ولانه مشوه وما بغاتش يتربيه، وتخلت عليه في الغابه باش هو كيموت ولا ياخذوا شي واحد. لكن واحد الطبيبه روسيه دارت 20 نقطه كتقول فيها الفرق ما بين الجنين المشوه وما بين اليشينكا اللي كتقول انها ليست بشر. قالت لهم حنا الاطباء كنعرفوا التشريح، كنعرفوا الاعضاء البشريه، كنعرفوا الهيكل العظمي، الا كان شي تشوه غيكون خليل تراس،
الا كان تشوه ديال العظام ولا الاعضاء الداخليه ولا الجلد ولا الملامح ديال الوجه، كاينه لا تراس. قالت لهم في هذا الجنين هذا ولا هذا الرضيع ما كايناش لا تراس بالنسبه للهيكل العظمي ديالو ولا الاعضاء الداخليه ولا الجلد ولا الوجه، ماشي بشر. هاد زولوتوف اللي هو خبير في الظواهر الغريبه والخوارق، من بعد ما بقاش باغي يهضر مع الصحافه، جات عنده الصحافه اليابانيه اعطاوه 200,000 دولار غير باش يخليهم يصوروا اليشينكا، لان كاينين فيديوهات وكاين صور، لكن الصحافه اليابانيه بغات هي دير فيديوهات ديالها وصور ديالها. بوريس زولوتوف قال لهم راه ما عنديش، لكن رفض يقول لهم فين هي اليشينكا. فحد الان هذه هي الاخبار اللي كاينه، ان اليشينكا شي حاجه حقيقيه، كاينين الصور ديالها وكاينين الفيديوهات ديالها، لكن من بعد اختفت اليشينكا من الوجود، حتى واحد ما بقى كيعرفها فين هي، شفين كاين الجثة ديالها، فين دفنات، فين مشات. فبزاف ديال الناس ولاو كيجيبوا النظريات وكيحاولوا يجيبوا فرضيات باش يعرفوا شنو هو المصير ديالها. اليشينكا غبراتها الحكومة الروسية، هادشي اللي كانت تطلق في الصحف. اليشينكا الحكومة الروسية قالت لهم هذيك راه اما رضيع واما جنين ما اكتمل شيء، هو مشوه بسبب النفايات النوويه. لكن عندنا ديك الهضره ديال اللي قالت الطبيبه، طرات واحد الحادثه خطيره اللي كتزيد الناس يشكوا ويطرحوا اسئله. تمارا هربات من السبيطار ديال الحماق في 1999، وجات واحد الطوموبيله مسرعه بواحد السرعه جنونيه، ضرباتها قتلتها وهربات. فالناس كيتسائلوا علاش تقتلات تمارا، علاش تقتلات، واش كانت عندها سر، واش الناس ما بغاوهاش تقول الحقيقه، ما بغاوهاش تقول دوك الايام اللي دوزتها مع اليشينكا، واش كانت غادي تقول، شنو القصص اللي عندها، لانها كانت كتهضر معها عن طريق التخاطر وكانت عندها بزاف ما تقول. القتل ديال تمارا قتل غير عادي، كشي جهه معينه سواء الجيش ولا المخابرات الروسيه، جهه معينه بغات تقتل تمارا، بغات الحقيقه تمشي معها للقبر، حقيقة شنو كانت اليشينكا، حقيقة داكشي اللي كانت كتشوفو، لأن تمارا ربات اليشينكا وشافتها. ولكن في الحقيقة لو بغينا نشوفو شنو اليشينكا، شنو هي النظريات اللي كاينة، شنو هي الفرضيات، شنو هي الاحتمالات لهاد اليشينكا، شنو هي الحقيقة ديالها. أولا ما كاينش نقاش فيما يخص واش اليشينكا كانت ولا ما كانش. السؤال اللي خصنا نسولوه هو واش اليشينكا انسان ولا رضيع ديال الفضائيين، لان هي كاينه الصور اللي كتشوفوها صور حقيقيه، الفيديوهات اللي كتشوفوها فيديوهات حقيقيه، لكن فين كاين النقاش هو واش اليشينكا انسان ولا مخلوق من عالم اخر. الفرضيات اللي كاينه، كاينين اللي كيقولوا ان اليشينكا بالفعل اما رضيع واما جنين، يعني مازال ما اكتمل، لكنه مشوه، والا كان حتى رضيع مشوه بسبب النفايات النوويه، ومعروف بان الاشعاعات والنفايات النوويه بالفعل كتشوه المواليد. الاحتمال الثاني هو الكلام ديال ديك الطبيبه اللي كتقول لك اودي لا هذاك ماشي طفل مشوه، ماشي رضيع مشوه، وماشي جنين مشوه، وعطاتنا 20 مقارنه، 20 دليل بان هذاك المخلوق ماشي انسان اصلا. شرحات كيفاش كيكون بالفعل هذاك الرضيع لو كان مشوه كيفاش غادي يكون، وكتشرح كل وحده كتناقضها، كتقول لك انه لا ماشي بشر، ما عندوش المواصفات الجسميه ديال البشر، ما عندوش الاعضاء الداخليه ديال البشر. وكاين الروايه الثالثه ديال بوريس زولوتوف اللي هي حتى هي كتاكد ال 20 نقطه ديال الطبيبه، ان اليشينكا ماشي بشر وانها مخلوق من عالم ثاني. هاد القصه هذه حد الان حتى واحد ما عنده عليها جواب، العالم كله حد الان حائر شنو هي حقيقه اليشينكا، واش رضيع مشوه ولا طفل من عالم اخر. كاملين بزاف الراي ديالكم نتوما، شنو كتظنوا في هاد القصه هذه، واش طفل مشوه، واش هو رضيع ولا جنين من عالم اخر، او الاحتمال يكون عندكم تفسير يكون هو مسخ ولا شي حاجه اخرى، الله اعلم. لكن اللي بغيتكم تعرفوا ان دوك الصور اللي شتي وراها صور حقيقيه، رضيع ولا جنين قد هكا صغير، الراس ديالو غريب، يدي غريبين، الجسم ديالو غريب كله، وخصوصا اخطر حاجه التاكيد ديال الطبيبه
والشهادة ديال زولوتوف. هذه هي الفرضيات والاحتمالات اللي كاينة، تهمني بزاف الرأي ديالكم، نتوما كتبوها لنا في التعليقات شنو كتظنوا. كنشكركم على المتابعة، كان معكم عبد اللطيف، إلى الحلقة القادمة من حلقات الجمعة الغامضة.